أعزائي أحبائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم سامر الشريف من قناة المواقع الربحية. درس اليوم هو تكملة لسلسلة شروحات السوشيال ميديا، وإن شاء الله اليوم راح أشرح لكم كيف ترفع الفيديو على قناتك على اليوتيوب وتهيئه التهيئة الصحيحة علشان ياخد رانك باليوتيوب. طبعا ايش هو الرانك باليوتيوب؟ يعني ياخذ الفيديو مكان باول صفحات باليوتيوب، يعني اول 10 صفحات، اول 20 صفحة، اول 30 صفحة. وهذا الكلام ما بيكون بيوم ليلة، طبعا بده بيكون في شهر. يعني بس تنزل الفيديو وتهيئ صحيحة بدك تنتظر عليه شهر كامل عشان يبين بالصفحات الاولى باليوتيوب. وهلا خلينا نروح نشوف كيف بدنا نهيئ الفيديو التهيئة الصحيحة. يلا بكل بساطة أصدقائي، بعد ما خلصت الفيديو تبعك وعملت له تعديل وصيفته على جهازك الكمبيوتر، تضغط على هاي الأيقونة، تضغط على أبلود فيديو، بتطول الفيديو من محل ما أنت حاطه. مثلا أنا راح كمثال نشوف فيديو معين، فرضا نأخذ هذا الفيديو نعمل له أوبن، بنزل على اليوتيوب. هو بينزل على اليوتيوب بيعمل ابلود، هون اعطاني انه بده 32 دقيقة حسب جهازك طبعا وحسب سرعة النت عندك. هون الشغل يا اخوان. طبعا انت مش راح يكون عندك فاضي، راح يكون كله كامل. خليني افضي تمام. هون راح يجي باي ديفولت اسم قناتك، يعني بتغيره انت. الفيديو تبعك عن ايش؟ مثلا الفيديو تبعك عن ايش؟ ايش المحتوى تبع الفيديو؟ خلينا نحكي الفيديو تبعك عن البيتكوين. فرضا انت بدك تشرح عن البيتكوين، تكتب شرح أو ما هو البيتكوين أو ما هي عملة البيتكوين. فرضا حسب ايش المحتوى او ايش الفيديو اللي انت عامله. عامل فيديو عن موقع معين للربح، تكتب شرح طريقة التسجيل في الموقع الفلاني، شرح طريقة الإيداع في الموقع الفلاني، حسب إيش المحتوى اللي أنت بدك تنشره. كويس. ما هي عملة البيتكوين؟ فرضا تعمل له كوبي، تاخده زي ما هو بالديسكريبشن، تعمل له بيست نفسه، تحطه هون بيست. هلا عندك انت رابط للموضوع اللي بدك تشرح عنه بتحطه هون، عندك مدونة، عندك موقع خاص فيك انت برضو بتحطه هون. هلا بنيجي على شغلة الكيوردز اللي هي الكلمات المفتاحية اللي اسمها، يعني اللي هي كيف احكي لك. مثلا تيجي على اليوتيوب هون فرضا، اللي هي الكلمات المفتاحية، طريقة مثلا، هاي كلمة مفتاحية. شوف طريقة 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 طريقة، شايفين؟ هاي كلمة مفتاحية نحطها تحت طريقة.
بيتكوين، انت موضوعك عن البيتكوين. ايضا البيتكوين كلمة مفتاحية لموضوعك، نحط بيتكوين. شرح، ايضا هاي كلمة مفتاحية لموضوعك. عن شو بحكي موضوعك؟ عن الربح مثلا، تكتب الربح. الربح الربح من الإنترنت، تمام. عفوا، نيجي بنروح نكتب بيتكوين. ايش في كلمات دلالية تكون مربوطة في البيتكوين؟ بيتكوين ربح المال، بيتكوين بالعربي، بيتكوين مجاني، مجاني مثلا، نكتب مجاني. كمان هاي خلصنا بالبيتكوين، الربح مثلا هاي من الانترنت، تكتب من الانترنت. من اليوتيوب، من اليوتيوب. من امازون، أمازون. بهذه الطريقة بتكتب لك 10 كلمات، 10 كلمات دلالية أو مفتاحية، كلها واحدة واحدة، تأخذها كوبي تحطها تحت بالتاكس، بيست، كوبي بيست، كوبي كلهم، تنزلهم على التاكس تحت، حتى عنوانك تنزله تحت عشان ياخذ رانك على الفيديو، تمام. ولا اذا قناتك جديدة بدك تفعلها، طبعا طريقة تفعيلها بس بتحط لهم موبايلك، ببعتوا لك رسالة على الموبايل، ببعتوا لك كود، بتحط الكود هون، بتظهر لك هاي الكاستم ثامبل، هاي اللي هي بتقدر تحط صورة من انت تعملها، مش تاخذها من نفس الفيديو. هون الثامبلز هذول شايفين، الثامبلز هذول هم بيختار لك اياهم اليوتيوب من الفيديو تبعك، تختار اي واحدة فيهم، بس هاي ما بتظهر عندك إلا إذا كانت قناتك مفعلة من الهاتف، يعني إذا ما كانت ظاهرة هون بتضغط على في كوشن مارك هون، بكون على ما أظن، بتضغط على كوشن مارك، بتضغط على فيريفاي، تحط موبايلك، بيعطوا لك رسالة كود، تحط لهم الكود، بتتفعل، بتحط الصورة كاستم ثامبنيل، تختار الصورة اللي بدك اياها، انت بتكون عامل صورة زي، انا لازم مفروض من الشغلات الصح اللي لازم تنعمل انك تحط صورة، كيف زي انا كيف عامل هون، انا مثلا
وشوي النت صار بطيء لأنه هون عم برفع الفيديو زي هيك شايفين. هاي بتعمل على اليوتيوب والناس عم ماسك الموبايل أو على اليوتيوب على الديسكتوب عم تتفرج، هاي بتجذب المشاهد بتخليه يضغط عليها. أما زي هيك مثلا ما بتوقع إنه الناس كتير يضغطوا عليها، لازم تعمل لك صورة تكون إلها دخل. طبعا مش تحط صورة ما إلها دخل بالفيديو، إذا حطيت صورة ما إلها دخل بالفيديو ممكن اليوتيوب يعمل لك بلوك. بتحط صورة إلها دخل، طبعا الكلام المكتوب إله دخل بالموضوع اللي أنت ناشره بالفيديو اللي أنت ناشره. تمام، هاي نقطة كثير مهمة. تعمل صورة على الفوتوشوب، بعلمكم أنا إن شاء الله بالأيام الجاي طريقة عمل الصورة، عشان برضو الناس وهم بيتفرجوا على أفلام اليوتيوب تجذبهم الصورة يضغطوا عليها، هاي بتجيب لك مشاهدات كمان. هلا هيك احنا تعلمنا كيف نهيئ الفيديو تهيئة صحيحة ونحط الكلمات الدلالية والمفتاحية وكيف نطولها، تمام، وكيف نحط الصورة. بهيك إذا عملت الخطوات هاي زي ما بحكي لك الفيديو تبعك بياخد رانك على الصفحات الأولى باليوتيوب. وضحت؟ تمام. أي سؤال حابين تسألوني إياه حطوه بالتعليقات تحت، وإذا عجبكم الفيديو اعملوا له لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا خاصية الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويعطيكم ألف عافية، السلام عليكم.